سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم البنات انا نوريكم كيفاش نصاوبوا واحد الكوكيز كيكون على شكل فينونسيه او على شكل كاب كيكس. كيجي روعه، كيكون محشي بالشوكولا. المقادير جد سهله وبسيطه كيف كتشوفوا معايا. عندنا 120 غرام ديال الزبده، تكون يعني ماشي بارده ماشي دافيه، اوكي، ما خاصهاش تكون عاوتاني سايحه بزاف. عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال فانيلا، رشه ملح، عندنا هنا بيضه، عندنا هنا معلقه ديال السكر بودره مع معلقه ديال السكر الخشن. السكر الخشن باش يعطينا ديك القرمشه وما يجيش الكوكيز يعني يرطب، يكون هش وفي نفس الوقت فيه ديك القرمشه ديال الكوكيز. عندي هنا واحد 200 غرام غناخدو ديال الدقيق الابيض، غناخدو على حسب شحال غنحتاجو. عندي واحد 7 غرام ديال البيكنج باودر والشوكولا باش غنحشيوها حتى من بعد ونوريكم تما فاش نوجدو الكوكيز، لان خاصنا نصايبوه هو الاول ومن بعد نديروه يرتاح. الوغ اول حاجه غناخد هاد الزبده هي والسكر، ممكن تستعملوا البراون شوغر بلاصه السكر الابيض، ديروا السكر الاسمر غيجي احسن. هنا غنحاول نخدم الزبده هي والسكر حتى نحصل على واحد الخليط كريمي يكون ابيض ومتجانس، وعاد ندوز نتلاقى معكم باش ما نصدعكمش مع الموني هيكس. انا البنات هنا بعد ما حصلت على شكل هكا كريمي غنضيف هذيك البيضه، طبعا كل شخص يكون درجه حراره الغرفه، نخلطوها. كيف شفتوا بعد ما حصلنا على واحد الخليط اللي هكا منسجم مع بعضه، الزبده مع السكر مع البيض مع الفانيلا ورشه ملح، غنجي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على واحد العجين متماسك. اوكي، عجين ديال الكوكيز راكم كلكم كتكونوا عارفينه. هنا ضفت هذيك الخميره، وغنضيف نص الكميه ديال الدقيق تقريبا هكذا، وغنحرك غير بالسباتولا. هنا غنستغناو صافي على الماكينه، ماشي بالضروره يعني، غير في الاول باش تساعدنا على الزبده. مي هو راه تقدروا تخدموه بيديكم عادي كيف كتشوفوا، ولا اروع ولا اسهل. فوالا نخدموا غير مزيان هذاك الدقيق حتى نحصلوا على واحد الخليط يكون متجانس. الوغ انا كيف كتشوفوا غتاخذ معايا تقريبا من 150 حتى 180 غرام ديال الدقيق الابيض، راه ما درتش كميه كامله كيف شفتوا. تقريبا شيطا عندي واحد 25 او 28 ديال الدقيق من 200 غرام اللي كنت عابره. فوالا هنا كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال البسكوي اللي حصلنا عليه، كيكون هكا عجينه متماسكه ولينه كتشوفوا. دابا غنديرها في الثلاجه ترتاح باش تقبض ديك الزبده شويه راسها، وندوز نوريكم شنو غنديروا في الحوش ونجيب الصواني اولا القوالب اللي غادي نستعمل. انا البنات هنا دابا الا بغيتوا تضيفوا لي بيبي دو شوكولا اولا رقائق شوكولا اولا هاد الحبيبات هادو اللي كيكونوا بحال هكا، انا غنضيفها هادو، مبغيتش نضيف الكبار لان مازال غنحشيوها من الداخل بالشوكولا باش ما تجيناش حلوه بزاف، فضفت غير هادو حتى نخلطها طبعا وهي بارده كتضيفو باش ما تخسرش لكم العجين كامل. اوكي، هاي هكا كنثبتوه كيف غتشوفوا معايا. الوغ البنات هنايا بعد ما عندنا الخليط واجد ديال الكوكيز، غناخدو هاد القوالب هادو اولا هاد الصينية الخاصة بالقوالب ديال الكاب كيكس. طبعا انا بالحداقة خلاها جيت نغسلها، درت لها واحد البرودوي ولي تقشر، ولكن ما عندي ما ندير دابا عاد خسرت، ما عنديش كيفاش نديرها، مضطرة عليها، انما راه ماشي صدام ماشي حاجة. سينو تقدو تستعملو هاد القوالب هادو اولا اي قوالب يعطوكم شكل هكا يعني يجيو احجام كيما بغيتو. هنا شنو غنجي ندير، ناخذ غير شويه الزيت هكا في يدي بهذا الشكل. اوكي، ونجي ناخذ، حاولوا ناخذوا مقاس واحد باش يجينا الكوكيز مقعد، ناخذوا كريات بهذا الحجم ونحطهم هنا. اوكي، باش نقول لكم شنو كندير، شو الخليط فاش كيبرد كيجينا ساهل اننا كنصوبوه. طبعا غنستعمل هكذا بهذا الشكل، غنستعمر ومن بعد نرجع معكم. انا البنات هنا بعد ما سالينا اشنو غنجي ندير، غناخد اي حاجه عندي بحال هكذا اللي نقدر نضغط بها على الكوكيز، ممكن تاخذوا غير قاع ديال الكاس يكون كافي. غنجي هنا كيف كتشوفوا غنضغط هكذا، نضغط مزيان خاص العجين يكون شويه رقيق، ونطلع بهذا الشكل الكوكيز ديالي للسطح. كل ما كانت العجينه في
في الاطراف كلها رقيقه، كل ما كان احسن. اوكي فوالا كيف كتشوفوا، وهنا غنخليوه لان غنعاودو نرجعو نسدو بالعجين. ديما ديروا حسابكم انكم راه مازال غتسدو العجين من الفوق. هنا كيف كتشوفوا غنستمر بنفس الطريقه، كنضغط ومن بعد كنبدا نجبدها هكذا في الفوق بتشكل باش يبان لكم شنو كندير، وتجي كيف ما قلت لكم طبقه رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. حاجه اخرى نسيت ما قلت لكم، راني مع البيكنج باودر كديروا واحد المعلقه صغيره ديال البيكنج صودا ديال البيكربونات الصوديوم، نسيت ما قلتها لكم، انا قلتها لكم. اوكي انا دوك القوالب ديال السيليكون باقا ما عرفتش غنديرهم ولا لا، ناخذ افكار. طبعا القوالب هادو كدهنوهم الا شكيتوا انهم كيلصقوا كدهنوهم مزيان بالزيت، وعاد الكوكيز راه فيه الزبده. انا كنحاول انني نزيد نقاد بايدي هكا كنضمن انها طلعت عندي في الجوانب كاملين مقاده مزيان، وهي راه انفو غتدخل الفرن غتاخذ الشكل ديالها. فوالا هنا البنات دابا بعد ما كملت شنو غنجي ناخذ، غناخذ عندي شوكولا نوتيلا، عندنا البينوت باتر، عندنا اي شوكولا بغيتو ديروها غديروها. اوكي هنا غنجي غندير نص فيه نوتيلا والنص غندير فيه شوكولا ابيض، والنص الاخر غندير فيه بينوت باتر، كل واحد وشنو غندير فيه. اوكي دونك غندير قياس معلقه هكذا تكون شويه وافيه عامره كيف كتشوفوا بهذا الشكل. نفضل دوبو نوتيلا الا كانت عندكم جامده، كيجيو خطيرين وروعه، ما نقولش لكم كيفاش كيجيو. هنا غنزيد واحده اخرى بالنوتيلا الصراحه. والاخرين ممكن ندير فيهم شوكولا ابيض دوبتو. وضروري البنات هاد القضيه هادي بعد ما كنعمروهم اولا كنديروا الشوكولا اوبس كندخلوها للفران واحد الفران كندخلوها الثلاجه عاد كنرجعوا نسدو عليها بالعجين اللي بقى لينا ضروري. هنا غادي ذوبت الشوكولاط وخليته حتى رجع شويه برد باش يجيني هكا القوام ديالو. دابا غندخلها الثلاجه غير تقبط راسها باش نقدر نرجع نسد عليها بامان ونرجع نكمل معكم. فوالا البنات هنايا غنجي غناخذ هذا العجين اللي بقالي بعد ما كنخليوها ترتاح في الثلاجه باش تجينا سهله، كنجي كناخذ كريات هكا من العجين بهذا الشكل وكنحاول نغلق هكذا، وكنجي للاطراف ديال الجوانب كنثبت باش نتاكد انها تسدت لي العجين مزيان باش ما يخرجش لينا من بعد هذاك الشوكولا. اوكي خاصنا نتاكدوا انها سدات بهذا الشكل كيف كتشوفوا. كنقادوها هانتوما واش كيبان لكم بوضوح شنو كندير. حاولوا فاش تكونوا كديروا العجين تديروا عينكم ميزانكم بحساب تخليو كميه اخرى، وضروري الطبقه تكون مبسطه مزيان رقيقه، يعني كل ما درتوها رقيقه كل ما كتكون النتيجه احسن. سد هادي شو كي كندير وكنضغط ونرجع من هنا تاكد انها مسدوده مزيان بهذا الشكل ونقعد السطح. فوالا نعود معكم اخر وحده باش عاد نكمل، جاتني واقيلا القياس هو هذاك. طبعا بغيتو ديروهم بحجم صغير فانتوما ممكن ديروهم بحجم صغير، المهم نتوما كتقادو في العجين وعندكم ميزانكم على كل شيء. دابا نقاد الوجه شفتو كيفاش
غنكمل بنفس الطريقه ونرجع نتلاقى معكم قبل ما ندخل الفرن. عرفتوا البنات جاتني العجينه هي هذيك لحد في القد، كنت باغا نديرهم زعما الصراحه في واحدين صغار، ولكن ماشي مشكل، اللي بغى يضاعف طبعا المقادير يقدر يضاعف الكميه، يدير مثلا جوج بيضات ويضاعف كلشي المقاييس اللي عطيتكم. انا كيف كتعرفوني ما كنبغيش الحلاوي والكوكيز وهادشي يكون بكثره، تاي كنبغي زعما نتصايب ديال الليت كل نهار ولا يومين، صافي هكا تاكل اليوم لو لوندوما وصافي. شفتوا بحال هادشي كوكيز وهادشي كيكون فيه حوش وهذا ما كيبغيش يستحمل يبقى، بغي هادشي وحدي مساكن. دابا غندخلها للفرن طيب من بين 12 دقيقه حتى ل 15 دقيقه، طبعا كنعينوا الكوكيز حتى كيطيب وكنراقبوه على فرن مسخناه على 180 درجه. اوكي غنحطوه في الوسط ونخليه كيطيب ونتلاقاو بعد ما نخرجوا من الفرن. انا البنات هنا كيف كتشوفوا معايا صافي الكوكيز هو طاب، عاد الشوكولا ابيض ساح ساح ساحه وساحه، ما كيشوفوا ديال اللي بالنوتيلا هما بقاو هما ما ساح ما والو. دونك غادي غير نزولهم من الصينيه ديال الكب كيك ونوريكم الشكل النهائي ديالهم في طبق تقديم. انا البنات هنا كيف كتشوفوا هذا هو شكل الكوكيز على شكل الكب كيك، تنوريكم اللي بالنوتيلا هذا اللي بالشوكولا ابيض. شوفوا كيفاش كيجي روعه البنات، شوفوا او ماي جاد. وهذا اللي بالشوكولا ابيض شفتوا داب ليا بحال هكذا، انما ننصحكم ديروا غير نوتيلا الا كانت نوعيه شوكولا ابيض ممتازه. انا كان عندي شوكولات ديال الحلوه. فوالا كنتمنى تجربوا هاد لي كوكيز كيجيو غزالين زينين البنات. شوفوا لاباط من الداخل كي دايره بحال شي كيك واعره رائعه. يلا باي باي.